الأم تريزا هي راهبة ألبانية هندية حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1979، توفيت في كالكوتا في 5 سبتمبر 1997 إثر مرض عضال. دي الأم تريزا مرسلة المحبة والعطاء. عام 1931 دخلت أجنس في سلك الرهبنة واتخذت لنفسها اسم الأخت تريزا، وفي عام 1937 نظرت نفسها وأصبحت الأم تريزا. وفي يوم ما شاهدت تريزا رؤيا يبدو فيها الرب وهو يدعوها إلى خدمته بين أفقر الفقراء، الأمر الذي جعلها تقرر تغيير مسار حياتها للأبد، لتغادر الدير متجهة إلى أحياء كالكوتا الفقيرة وتنشئ أول مدرسة لها. دي صورة الأم تريزا مرسلة الحب والعطاء. اسمها الأصلي أجنس كونجزا بوجاسكسيو، ولدت في 26 أغسطس 1910 في بلدة إسكوبيا عاصمة جمهورية مقدونيا المعاصرة لعائلة مسيحية كاثوليكية. عام 1948 اهتمت الأم تريزا بالعناية بالأطفال المهملين، وعلى إثر ذلك خلعت زي الرهبنة ولبست الساري الهندي القطني بلونه الأبيض والخط الأزرق الذي عرفت به فيما بعد، اللي هو اللبسان ده. حيث توجهت إلى دير للرهبنة الأمريكية يقدم العناية الطبية والتمريض، ولما لم ترضي توجهاتها مسؤولية الدير اضطرت إلى الاعتماد على نفسها في البداية قبل أن تصلها المعونة من متبرعات أخريات، فأسست جمعيتها لرهبات المحبة عام 1950 التي اهتمت بالأطفال المشردين والعجزة. عام 1957 اهتمت بموضوع المجزومين وعمدت إلى العناية بهم، ومع اتساع نطاق عملها أسست جمعية أخوة المحبة عام 1963 الخاصة بالرهبان. عندما بلغت 75 من عمرها ذهبت لأثيوبيا لمساعدة المنكوبين هناك وإغاثتهم بعد أن تفشت المجاعة في بلادهم وتشرد على إثرها الآلاف. لم تهتم الأم تريزا بالمال يوما، فقد عرفت برفضها للمال والتبرعات المالية، حيث كانت تصر على المساعدة والمشاركة الشخصية. ودي وسط المشردين والأطفال والفقراء المعوزين. وفي سنة 2016 رفع البابا فرانسيس الأم تريزا لمرتبة القديسين في احتفال أقيم بالفاتيكان تقديرا لمساعداتها الإنسانية وتضحياتها. في 27 أكتوبر 1950 تلقت تريزا إذنا من القرسي الرسولي لترقية الجماعة الإبريشية إلى تبشيرات خيرية. في كلمتها كانت تبدي اهتماما بالجياع والعراة والمشردين والمشلولين والمكفوفين والمحرومين وجميع الناس الذين يشعرون بأنهم منبوذون أو غير محبوبين أو غير مرغوب فيهم، والناس الذين أصبحوا عبئا على المجتمع. بحلول عام 1997 نمت جماعة كالكوتا التي كانت مكونة من 13 عضو لتضم أكثر من 4000 راهبة تعنين بدور الأيتام ومراكز الإيواء المصابين بالإيدز والمراكز الخيرية حول العالم، إضافة لاهتمامهن باللاجئين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ومدمني الكحول والفقراء والمشردين وضحايا الفيضانات والأوبئة والمجاعات. ما سابتش حد معوز، هو محتاج عطف وحنان. عام 1952 افتتحت تريزا أول تكية بمساعدة المسؤولين في كالكوتا، إذ حولت أحد المعابد الهندوسية إلى تكية لرعاية الفقراء مجانا، سميت كاليغات. تلقى أولئك الذين أحضروا للتكية رعاية صحية وفرصة للموت بكرامة بحسب معتقداتهم، مكانتش بتفرق مسلمين هندوس مسيحيين. المسلمون كانوا يقرؤون القرآن، وجلب الماء من نهر الجانج للهندوس، وتلقى المسيحيون سر مسحة المرضى. موت جميل، قالت تريزا، مخصص للأشخاص الذين عاشوا كالحيوانات ليموتوا كالملائكة محبوبين ومرغوبين. تكية الأم تريزا عام 2007 افتتحت الأم تريزا ملجأ للمصابين بالجذام وسمته شانتي نغار مدينة السلام. ديانا مع الأميرة ديانا.
أنشأ التبشيريون الخيرون عيادات للتوعية بمرض الجذام في جميع أنحاء كولكوتا، ووفروا الأدوية والضمادات والطعام. استقبل التبشيريون الخيريون أعدادا متزايدة من الأطفال المشردين. عام 55 افتتحت تريزا بيت القلب الطاهر للأطفال ملاذا للأيتام والشباب المشردين. بدأت الجماعة جذب المتطوعين والتبرعات، فبحلول عقد 1960 افتتحت مساكن ودور للأيتام ومنازل لبر في جميع أنحاء الهند. ثم وسعت تريزا الجماعة في الخارج، حيث افتتحت منزلا في فنزويلا عام 1965 ضم 5 راهبات، تبعتها منازل في روما وتنزانيا والنمسا عام 1968. وخلال السبعينات افتتحت الجماعة بيوتا ومؤسسات في الولايات المتحدة وعشرات الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا. أنشأت أخوية المبشرين الخيريين عام 1963، وأنشأ فرع التأمل للرهبات عام 76، وتم تسجيل الكاثوليك وغير الكاثوليك في جماعة معاوني الأم تريزا ومعاوني المرضى وذوي المعاناة والمبشرين الخيريين استجابة لطلبات العديد من الكهنة. أنشأت الأم تريزا عام 81 حركة كوربوس كريستي للكهنة، حياة حافلة. بحلول 2007 كانت التبشيرية الخيرية تضم 450 كاهنا و5000 راهبة في جميع أنحاء العالم، قاموا بإدارة 600 بعثة ومدرسة وملجأ في 120 دولة. العمل الخيري الدولي، قالت الأم تريزا: بالدم أنا ألبانية، بالمواطنة أنا هندية، بالإيمان أنا راهبة كاثوليكية. أما عن دعوتي أنا أنتمي إلى العالم، أما عن قلبي فأنا أنتمي كليا إلى قلب يسوع. كانت تريزا تجيد 5 لغات: اللغة البنغالية واللغة الألبانية واللغة الصربية واللغة الإنجليزية واللغة الهندية. وقامت الأم تريزا بعدة زيارات خارج الهند لأسباب إنسانية، ما اكتفتش بس بالهند. عام 82 في ذروة حصار بيروت أنقذت تريزا 37 طفلا كانوا محاصرين في مستشفى على الخطوط الأمامية خلال الوساطة لهدنة وقف مؤقت لإطلاق النار بين جيش الدفاع الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين. سافرت تريزا بصحبة عاملين في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الحرب، ووصلت للمستشفى لإخلاء المرضى الصغار. كما سافرت تريزا لمساعدة الجياع في أثيوبيا وضحايا الإشعاع في تشيرنوبل وضحايا الزلزال في أرمينيا. وعام 1991 عادت إلى ألبانيا للمرة الأولى وأسست أخوية خيرية في تيرانا. بحلول عام 96 كانت تريزا قد قامت بإدارة 517 بعثة في أكثر من 100 دولة. نمت بعثاتها الخيرية من 12 إلى آلاف، خدمت أفقر الفقراء في 450 دولة حول العالم. تأسست أول الجمعيات الخيرية التبشيرية في الولايات المتحدة في منطقة برونكس الجنوبية في نيويورك، وبحلول عام 84 كانت الجماعة تدير 19 منشأة في أنحاء البلاد. تدهور صحتها ووفاتها، تعرضت تريزا لنوبة قلبية في روما عام 83 أثناء زيارتها البابا يوحنا بولس الثاني. وبعد أن أصيبت بنوبة قلبية ثانية عام 89 استعانت بناظمة قلبية صناعية عام 91. وبعد إصابتها بذات الرئة في المكسيك تعرضت لمشاكل إضافية في القلب. على الرغم من أن تريزا عرضت استقالتها كرئيسة للبعثات التبشيرية الخيرية، إلا أن الأخوات صوتن لبقائها واستمرارها في اقتراع سري. في نيسان أبريل 96 تعرضت تريزا للسقوط وكسرت عظمة الترقوة، كما أصيبت بعد 4 أشهر بالملاريا وكسور القلب. على الرغم من أنها خضعت لجراحة في القلب، إلا أن صحتها أخذت في التراجع بشكل واضح. وفي 13 مارس 97 استقالت الأم تريزا من منصبها كرئيسة للبعثات التبشيرية الخيرية، وتوفيت في 5 سبتمبر في العام نفسه. وقت وفاتها كان عدد الأخوات المنتميات للتبشيريات الخيرية أكثر من 4000، وعدد الأخويات المرتبطة بها 300 أخوية تدير
610 إرسالية تبشيرية في 123 دولة. شملت هذه الأعمال مساكن ودور إيواء للمصابين بالإيدز والجذام والسل، ومطابخ لتقديم الحساء، وبرامج رعاية أطفال وأسر ودور أيتام ومدارس. وساعد المبعوثات التبشيريات مساعدون بلغ عددهم أكثر من 1,000,000 بحلول التسعينات. وضع جثمان الأم تريزا في سانت توماس في الكالكوتا لمدة أسبوع قبل دفنها، وأقامت لها الحكومة الهندية جنازة رسمية امتنانا لخدماتها في مساعدة الفقراء من جميع الأديان في البلاد. وأحزن موت تريزا مختلف الطوائف العلمانية والدينية. من أقوالها: عندما لا تستطيع التحدث مع الله، اذهب إليك بصمتك وهو سيفهم صمتك. حياة حافلة بالإنجازات.